بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ جزء المحاضرات الخاص بالترانسميشن لاين اناليسيس. الباور سيستم بيتكون من 3 أجزاء رئيسية: جنريشن، ترانسميشن اند ديستريبيوشن. مجموعة المحاضرات دي هنتكلم على جزء الترانسميشن سيستم اللي بيتم من خلاله الباور ترانسفير من السندنج اند للريسيفنج اند. عملية النقل دي بتتم عن طريق الترانسميشن لاين او الكيبلز، لكن احنا الحقيقه هنتكلم في الجزء ده عن الترانسميشن لاين، الاوفر هيد ترانسميشن لاين، خطوط النقل الهوائي. الحقيقه في تصنيفات كتير للترانسميشن لاين، لكن من اهمها تصنيف الترانسميشن لاين بناء على الطول. فعندنا 3 أنواع من الترانسميشن لاين: شورت، ميديوم، اند لونج. الشورت ترانسميشن لاين بيكون لو ترانسميشن لاين عندي طوله اقل من 80 كيلومتر، ده بقول عليه شورت ترانسميشن لاين. لو طوله اكبر من 80 واقل من 200 كيلو متر بقول عليه ميديوم. لو طول ترانسميشن لاين اكبر من 200 كيلو متر ده بقول عليه لونج ترانسميشن لاين. طيب الحقيقه طول ترانسميشن لاين هيفرق معايا في ايه؟ لا، هو هيفرق معايا في تحديد شكل تمثيل ترانسميشن لاين. هنلاقي مثلا لو اتكلمنا عن الشورت ترانسميشن لاين هنلاقي ان انا بمثله بس ب electrical resistance و inductance، لكن في حالة الميديم بمثله بال R وال L وال XL وال XC. الحقيقة في long transmission line هيكون نفس الكومبوننت معين ال R وال XL وال XC، لكن توصيل طريقة توصيلهم هي اللي هتكون مختلفة. فهنلاقي مثلا لو بدأنا هنبدأ بال short transmission line، طيب ال R وال XL دول بيمثلوا ايه؟ الحقيقة هما بيمثلوا التأثيرات اللي موجودة في الترانسميشن لاين. هنلاقي مثلا الـ R بتمثل الثيرمال إفكت اللي نتج من مرور التيار الكهربي في موصل. التيار هيمرر في موصل هينتج عنه حرارة أو لوسز. فهنمثل التأثير الحراري ده بمقاومة للترانسميشن لاين. الحقيقة إن إحنا بنقول الترانسميشن لاين ريزيستنس تكون لمبد، يعني مجمعة، أو همثلها كمقاومة مجمعة. طب الاندكتنس بتمثل التأثير الكهرومغناطيسي اللي بينتج من مرور تيار كهربي في موصل. اي تيار هيمر في موصل هينتج عنه مجال مغناطيسي. انا همثل المجال اللي بيحصل ده بالاكس ال. ان شاء الله في المحاضرة الجاية هنتكلم عن الميديوم، فهنبدأ نشرح الاكس ال او الاكس سي كانت جاية منين. الحقيقة هوصل في الشورت ترانسميشن لاين هوصل الار والاكس ال سيريز، لان دول هيعتمدوا على التيار اللي هيمر، فوصلناهم سيريز بالشكل الموضح قدامنا. نبدا دلوقتي نقول لو انا هتكلم عن الاداء ترانسميشن لاين المقصود بيه ايه. الحقيقه هو اداء ترانسميشن لاين بيتكلم بيكون اساسا معني بيه تحديد كفاءته و معامل تنظيم الجهد اللي هو الافيشنسي والريجوليشن. يبقى احنا منقول ان انا هتكلم على او هعمل اناليسيس للترانسميشن لاين، هقيم اداؤه. فمقصود بيه ان انا هحدد كفاءته قد ايه، كفاءة النقل بتحصل قد ايه، ومعامل الفقد اللي بيحصل فيه من ناحية الجهد والقدرة الكهربية. الحقيقة هتعامل مع 3 فيس سيستم، بالانسد سيستم، ما يكون عندي بالانس، فحالة الانبالانس مش هتكون موجودة معانا. طيب لو حابين نقول الافيشنسي عموما والريجوليشن، ان جنرال فورم في الافيشنسي هنقول ان هي الاوتبوت على انبوت. اي منظومه كفائتها بتكون الاوتبوت على الانبوت بتاعها، او الاوتبوت على الاوتبوت زائد اللوسز اللي هيحصل. طب الريجوليشن او معامل الفقد، فهو بنعرفه على التغير في الجهد او الاوتبوت فولتج على الريتد فولتج. فده دول الكميتين اللي هو الافيشنسي والريجوليشن اللي هنبدا نشوف قيمهم هتكون ايه في الشورت والميديوم ترانسميشن لاين. دول المعادلات للكفاءة والريوليشن كنسبة مئوية. فنقول ان الكفاءة عبارة عن delivered power عند الريسيفنج اند اللي هي الريسيفنج عند الكونسيومرز، على الباور اللي جاي من عند السندنج على البي delivered من السورس. بالنسبة للريوليشن هعرفه ان هو التشينج ده هو التغيير ده حصل منين، بين حالة النو لود فولتج ناقص او فرق الجهد بين النو لود والفول لود فولتج، وبنسيب الفرق ده للفول لود فولتج. لو بدانا كلامنا على شورت ترانسميشن لاين
نلاقي ان احنا زي ما اتكلمنا ان احنا همثله بار وال. الار دي بتمثل طول كل المقاومه الكليه للترانسميشن لاين، الاكس ال توتال رياكتنس للترانسميشن لاين، وهاد هرمز دايما لناحيه السندنج ب سبسكريبت اس، ريسيفنج سبسكريبت ار. فيبقى عندي تيار السندنج هو اللي هو الاي اس، جهد عند السندنج الفي اس، اللود كارنت او ريسيفنج اند كارنت اللي هو الاي ار، ريسيفنج اند فولتج اللي هو الفي ار. طب انا برضو عايز اعمل اناليسز، يعني ايه؟ يعني عايز اجيب الريجوليشن والكفاءه. طيب بالنسبه للمعادله كدايره كهربيه، عندي حيتين بينهم ار واكس ال، فهنلاقي ان التيار الاي اس هو الاي ار، مفيش اي مسارات تانية. الجهد الفي اس هيساوي الفي ار زائد الاي اس اللي هو نفسه الاي ار يعني، مضروب في قيمه الامبيدنس او توتال امبيدنس للترانسميشن لاين اللي هي الار زائد جي اكس ال. طب احنا هنحط المعادلات دي في صوره جنرال، يعني فنقول دايما ان الفي اس هيساوي الاي في ار زائد البي اي ار، الاي اس هيساوي السي في ار زائد الدي اي ار. لو طبقنا الجنرال فورم ده على حالة الترانسميشن لاين في الشورت، هلاقي ان المعامل A هيساوي 1، والمعامل B هيساوي Z اللي هي ال R زائد جي اكس ال، والمعامل C هيساوي 0 لان ال IS هيساوي الاي ار، وال D هيساوي 1. طيب لو هنطبق المعادلات دي، هقدر اجيب بتطبيق المعادلات دي هقدر اجيب الجهد وجهود كل الجهود وكل التيارات المطلوبة مني، وأحسب الإفشنسي والريجوليشن. بالنسبة لي معادلات الباور، يبقى دايما في معظم الأحيان أو 90% من أحيان الظروف يعني التشغيل، بيكون عندي الباور عند الريسيفنج إند هي المعروفة البي آر، يعني اللي بحسبها عن طريق المعادلة الموجودة قدامكم اللي بتساوي 3 في آر في الآي آر كوزين زاوية الجهد ناقص زاوية التيار. الحقيقه ليه 3؟ لان انا هتعامل مع بالانس 3 فيس سيستم، وكل جهد والتيار اللي موجودين عندي هما جهود وتيارات الفيز اللي هي الترانسميشن لاين. بالنسبه للباور عند السندنج اند اللي هي البي اس، هيبقى نفس المعادله بس بدل الجهد والتيار عند الريسيفنج هيبقوا عند السندنج اند، وطبعا التيار الزوايا بتاعتهم يعني. الكفاءة هتساوي بقى احنا قلنا delivered على السندنج هتبقى البي ار على البي اس. اللوسز لو انا عايز احسبها، اللوسز اللي تم الفقد في الترانسميشن لاين ريزيستنس، فهتساوي 3 ان انا عندي 3 خطوط في الاي ار تربيع هو نفسه الاي اس، في الار بتاعه الترانسميشن لاين التوتال ريزيستنس. بالنسبه للريجوليشن، القانون العام ان هو بيقول نو لود فولتج ناقص الجهد عند الفول لود على جهد الفول لود. لو طبقنا المعادله دي او على الصوره الصوره الجهود يعني، فنلاقي ان النو لود فولتج هيساوي الفي اس على ايه الثابت اللي هو ايه، اللي هو عندنا في الحاله دي هيساوي 1 ناقص الفي ار على الفي ار، فتكون العلاقه اللي قدامنا دي من الريجوليشن بيتحسب بالقيمه المطلقه من غير زوايا، قيمه الفي اس ناقص الفي ار على الفي ار مضروب في 100. بالنسبه للفيزور دايجرام، هنبدأ هناخد الحالة دي لاج باور فاكتور، اللود عندي لاج باور فاكتور والترانسميشن لاين نو شورت. فهنلاقي ان انا لو بدأت الفيزور دايجرام من عند الفي ار، هنلاقي الفي ار عندنا مرسوم بقيمة وزاوية، قيمة اللي هي الماجنتيو بتاعة السهم وزاويته هتساوي صفر. طيب بالنسبة لان اللود لاج، فهيكون ان التيار متأخر عن الجهد بزاوية قيمتها فاي ار، وادي قيم شكل التيار. طب لو انا عايز اجيب الجهد الفي اس، يبقى الفي اس هيساوي الفي ار زائد الاي ار او ريسيفنج اند كارنت مضروب في الار زائد الجي اكس ال. طب يبقى انا هقسم موازي للتيار واضرب فيه الماجنتيود بتاع الار واجمعه على الفي ار عمودي عليه، لانه الاكس ال زاويتها بتبقى 90 درجة، عمودي على الـ IR أو زاوية 90 هيبقى الـ IR في الـ X. فلما أجي أجمع التلات متجهات دول اللي هو الـ VR زائد الـ IR في الـ R زائد الـ IR في الـ X في الـ GXL، هيجيون عندي المجموع هو قفلة المثلث يعني هو الـ VS. المفروض لو أنا عامل الفيزور دايجرام ده بسكيل، فهيكون طول السهم هو مضروب في السكيل هيديني قيمة الـ VS،
وزاوية الـ VS هتكون منسوبة للـ VR اللي هي المفروض الزاوية بين وبين الـ V الـ VR. نبدأ دلوقتي نشوف example على نوعية المسائل اللي تكون موجودة في الجزئية دي. فنقول إن في عندي 3 phase system، طول الـ transmission line 5 كيلومتر، يبقى ده أقل من 80 كيلو، يبقى ده short transmission line. عنده resistance بتقدر بنص أوم لكل كيلومتر، خلي بالنا قوي من طريقة تعريف المقاومة. وإندكتنس للترانسميشن لاين ده عبارة عن 1.76 ملي هنري لكل كيلومتر، فإن الترانسميشن لاين ده بديليفرينج باور أوف 6.96 ميجا وات عن بباور فاكتور 8/10 هلاك. يبقى receiving end voltage 2 كيلو 32 كيلو فولت، و supply frequency 50 هرتز. مطلوب منها من المسألة حساب line current regulation و efficiency. طيب هنبدأ بترجمة المعلومات اللي عندنا في المسألة. هنلاقي ان هو مديني طول 5 كيلومتر، ومديني المقاومة ال R وال XL لكل كيلومتر، فانا محتاج اجيب total resistance والtotal رياكتنس. هو خلي بالنا ان هو مدينا الاندكتنس هنا، ومدينا الباور، ومدينا الباور فاكتور، ونخلي بالنا ان هو قايل لنا لاج. يبقى اول حاجه قيمه الجهد عند الريسيفنج اللي هو الفي ار، جايب الجهد اللاين اللي هو ادوني في المساله وقسمه على جذر 3، طلع قيمه الجهد في ار كفيز من علاقه الباور والجهد والتيار. قدر يحسب قيمه الاي ار بيساوي الـ PR على 3، يعني أنا شغال 3 phase بالـ VR كفيز والباور فاكتور. فحسب قيمة التيار 356.12 أمبير. طبعا زاوية التيار هتساوي كوزاين ماينس 1 بالباور فاكتور، بما إن هي لاج فأنا هحط معايا إشارة سالب للزاوية. بالنسبة لي الـ total inductance والـ reactance والـ total resistance، هو جاب قيمة المقاومة لكل كيلومتر وضربها في 5 اللي هي 5 كيلومتر طول الـ transmission line. ونخلي بالنا من الوحدات شوية والأرقام، هو لكل كيلومتر يبقى أنا هضرب في 5. نفس الحكاية عملها للـ reactance بتاعة الـ transmission line. بعد ما حسب كل القيم للتيار كقيمة وزاوية والـ R والـ XL، فبقى أصبح كل المعادلات اللي محتاجها في كل المعطيات المحتاجة في المعادلة دي موجودة، فقدر يطلع قيمة الجهد عند sending end الـ VS، وطلع قيمة كفيز طبعا 19.5 مية، وزاويته 3/10 كيلو فولت. ونخلي بالنا دايما ان الباور هتمشي او النقلة هيحصل من الجهد الليد لللاج. فلو هنقول ان الجهد عند receiving end قيمة وزاوية 0، فبالتالي لازم الباور تتنقل من جهد زاويته اعلى او اكبر من الصفر. هنلاقي ان هنا زاوية الجهد طالعة بالموجب، معنى كده ان الباور هتتنقل من السندنج للريسيفنج. اخر حاجة خلاص وطلب مني الريجوليشن والافشنسي، بقت عندي كل القيم موجودة. فالريجوليشن اطبق في القانون على طول اللي هو الـ VS ناقص الـ VR على الـ VR. خلي بالنا ان انا هتعلم مع قيم بس من غير زوايا، وهبدأ احسب الريجوليشن. طبعا الريجوليشن عندي طالع هنا 3.1%، ودي الحد كبير نسبة مقبول. أنا بتكلم في الترانسميشن سيستم بيكون عندي مقبول لـ regulation زائد أو ناقص 10%. بعد كده حسب اللوسز اللي اتعامل معاها بالـ 3 phase system كتلاتة IR تربيع في الـ R total resistance، وطلعها بالقيمة اللي قدامنا، ومن اللوسز والباور عند الـ receiving قدر يحسب الكفاءة.